دلوقتي بقى في سيطرة جامدة قوي، واللي هينزل مش هيعرف يعمل حاجة. ليه بقى؟ أول حاجة هتقبض عليه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان كمان ان الشرطة والجيش متحدين مع بعض، فهيبقى مش هتعرف ان انت تعمل اي حاجة، لان كله هيبقى واقف وكده وهيمنعوا اي حاجة تحصل زي كده. تمام؟ لان على ايام مبارك كانت ممكن تحصل زي كده، لان كان وقتها كان الجيش مع الشعب. دلوقتي لا، دلوقتي الشرطة والجيش مع الحكومة مش مع الشعب. لا انا ماليش دعوة، يعني اقول لك على حاجة. اللي بينزل، انا مثلا عندي ام واختي بس، في ناس يعني انا مسؤول من بيت، انا مش هسيب الحاجه وانزل، يعني انا مش هسيب ام اختي. افرض يعني افرض حصل لي حاجه، مين اللي هيرعاهم؟ فانا ماليش دعوه اصلا ثوره ولا مش ثوره، مريح دماغي من الاخر. اولا يوم 11/11 طبعا الشعب نازل علشان الاستغلال السلعه واسعاره، دي مش اسعار، ده سرقه، سرقه هنا هناك، خد بالك. والناس مش قادره تتحمل اكتر من كده، ان كل واحد له دخله وكل واحد ليه حدوده، خد بالك. انا ليا دخلي، عندي 5-6 عيال ماشي، مدارس وعلاج واكل ومش عارف ايه. النهارده لما الاقي كيلو اللحمه وصلت ل 105 ولا 110، انا ممكن استحمل، لكن اللي عايز صغير ما يستحملش، عايز وعايز وعايز وعايز. النهارده انت بتنزل بال 200 جنيه السوق تشتري لحمه، خش على الخضار، خش على العيش، مش خش على الحاجات دي كلها، واخد بالك، مستخدمات البيت. النهارده لما الاقي الاسعار بالطريقه البشعه ديت، واخد بالك، ده ما حاجه ما يتسكتش عليها. انا عن نفسي استحاله هنزل طبعا، احنا مش ناقصين وقف حال، ما كفايه الايام اللي احنا مرينا بيها الايام اللي فاتت دي، فكده البلد مش هتنهض، استحاله يعني المفروض يتم. يعني لو نزلنا ثوره تانية او عملوا ثوره تانية او اي حاجه بقى، البلد هتبوظ على الكل تاني، وكل الدنيا هتتربع علينا تاني، والطرباش بقى اللي على دماغ الغلابه زي حالتنا احنا. انما الناس اللي بتنزل اللي شغاله في شركات كده كده شهريته ماشيه، فمش فارق معاه. انما في ناس مقاولين زي حالتنا احنا، انا راجل مقاول باخد شغل، فالدنيا بتقف على دماغك كله، بتقف عليا وعلى الناس اللي شغالين معايا واللي شغالين ورايا واللي انا مشغلهم واللي انا شغال معاهم. فاحنا مش عايزين نوقف حال، عايزين البلد تمشي. انا راجل من الناس اللي حضرت ايام السادات وعصيره العصور ديت، كان بيطلع ناس للتجار ديت من الحكومه نفسها وبتبشر الحاجه دي وبتراقب، مش انا اللي هراقب التجار. فين حكومتنا من ده؟ فين الحكومه النهارده؟ النهارده انت بتمسك وزير واللي حواليه قاعدين في بيوتهم، محدش بيطلع يشوف الحاجه دي، محدش بيشتغل ويطلع يقول انزل الاسواق واشوف. كان في الاول بتوع التموين بيطلعوا، لو لقوا واحد في السوق مغلي ربع جنيه ولا باريزه ولا شيرين كان بيتقبض عليه. النهارده فين من ده؟ فين الحكومه بتاعتنا؟ الحكومه بتاعتنا ولا سائله بالعربي كده، مش سائله في الغلابه خالص. يعني اللي عايز اوصله لحضرتك فعلا احنا حكومتنا مش سائله في الغلابه نهائي، محدش سائل في الغلابه. انا بقولها علنا كده ان الغلابه دول فعلا مش مهم البلد، الحكومه، الغلابه دول يموتوا ما لهمش اي لازمه، واي مصالح بتتعمل لرجال الاعمال بس، ما بتتعملش للغلابه. انا النهارده معلش وبقولها وبوجهها للرئيس نفسه، انت النهارده بتدور على انك تعمل لي مشاريع طرق ومشاريع كباري وطريق مش عارف ايه، لا، دور على اسعار الناس تاكل وتعيش، وبعدين ابقى دور على الحاجات دي، ابقى دور على ده. احنا الراجل السادات الله يرحمه اول ما مسك البلد دي اول حاجه فكر فيها ياكل الغلابه، ما فكرش يعمل لنا طرق ولا يعمل لنا مش عايزين. الطرق دي لمين؟ مين وانا راكب عربيه؟ رجال الاعمال اللي بيركبوا عربيات هم اللي يهمهم الطرق بتاعتهم، لكن احنا ما يهمنا بايه الطرق؟ انا عايز اكل واعيش انا وعيالي. انا راجل نقاش بشتغل يوم وبقعد 10، هجيب منين على الغلاء اللي احنا فيه ده؟ هنجيب منين؟